سنة 2009 قامت شركة تسيير مصالح ومنشآت مطار الجزائر بدراسة المخطط الرئيسي للتنمية والتطوير لمطار الجزائر، وذلك من أجل ضمان مستقبل يتناسب مع احتياجات عام 2032. تم توسيع مطار الجزائر لمواجهة تحديات القرن 21 من خلال بناء محطة الركاب الغربية الجديدة، والتي صممت تلبية للطلب المتزايد والمقدر بعشرة ملايين راكب سنوياً. إضافة إلى هذا، تم إنشاء برج مراقبة حديث وبتجهيزات عصرية يمكن من خلاله مراقبة الملاحة الجوية، وخط للسكة الحديدية يربط المطار بمحطة آها، وفندق يحتوي على 400 سرير، وقريباً محطة مترو الجزائر لنقل المسافرين من وإلى المطار. صممت محطة الركاب أيضاً من أجل أن تعمل كمطار محوري مستقبلي ولتصبح أهم نقطة اتصال بين إفريقيا وأوروبا، وقد تم تصميم الشكل والمظهر الخارجي لمحطة الركاب الجديدة لإعطاء صورة ديناميكية وحضور قوي وشكل متميز لافت للنظر. هذا وقد تم بناء المحطة وفقاً لمعايير مناخية حيوية لضمان كفاءة استخدام الطاقة. تملك محطة الركاب غطاءً مضيئاً بفضل جدرانها المسقولة. هذا الغطاء لديه العديد من خلايا الألمنيوم الشمسية التي تتحكم في مدى تأثير أشعة الشمس. تقدم المساحات العريضة والمناطق الخضراء الواقعة أمام محطة الركاب للمسافر مدخلاً مريحاً ومبهجاً للوصول إلى المرافق الجديدة. تملك محطة الركاب الجديدة إضاءة طبيعية بفضل الواجهات المصقولة ومناور السقف والخلايا البيئية، وهي أحد العناصر الخاصة والحصرية التي تضفي طابعاً خاصاً على هندسة المبنى، وتسمح هذه العناصر بوجود حدائق داخلية حقيقية لبنية تحتية مكونة من أكثر من 192 ألف متر مربع موزعة على 3 مستويات وشرفتين. تنقسم المحطة إلى جزئين مختلفين، مبنى رئيسي وممر رئيسي. المبنى الرئيسي هو المكان الذي يدار فيه تدفق الركاب، وبه قاعات عامة للوصول والركوب وأيضاً المناطق التجارية. صممت الفضاءات بطريقة وظيفية مثلى مع الأخذ بعين الاعتبار دائماً فعالية الإجراءات وراحة الركاب. سيكون لدى المستخدمين مساحات واسعة لمرافقيهم وأمتعتهم، فضلاً عن القيام بإجراءات السفر في أقصر وقت. تم اختيار التشطيبات استناداً إلى معايير الجودة الصارمة للحصول على شكل متناسق ومريح. كما نجد أيضاً في هذه المنطقة المفهوم المناخي الحيوي ومساحات الاسترخاء التي توفرها المناطق الخضراء. لمنصة مواقف الطائرات الجديدة مساحة مبلطة تبلغ 410 آلاف متر مربع، وستتصل بمدرجي المطار بفضل توسيع طرق السير، والتي ستكون قادرة على استضافة واحدة من أكبر الطائرات التجارية في العالم، الإيرباص 380. لمحطة الركاب مركزان للوقوف مخصصان لإيرباص 380، لكل منهما 3 جسور للصعود إلى الطائرة التي سوف تستخدم في آن واحد في طابقي الطائرة. جهزت المحطة بأحدث المعدات والمولدات الكهربائية التي تم تزويدها بنظام ذكي لمعالجة وتكييف الهواء.
للتذكير فإن تمويل إنجاز المحطة الجديدة رفقة حظيرة السيارات تتسع ل4500 مكان ركن و41 موقف للطائرات كان من قبل شركة تسيير مصالح ومنشآت مطار الجزائر، حيث قدرت تكلفة التمويل ب76 مليار دينار جزائري، منها 14 مليار دينار جزائري كتمويل ذاتي و62 مليار دينار قرض بنكي.